حياكم الله، معكم اخوكم كابتن فراس مال الله. سؤال كثير ينطرح وكثير نجاوب عليه باللايف، في الانستغرام، في اليوتيوب، وايد تكلمنا عن الموضوع، نبي نركز عليه اليوم ونعطيكم الاجابه. واحد يقول انا عمري 30 سنه او اكثر، اقدر اصير طيار ولا لا؟ راح اجاوبك على السؤال هذا وراح اعطيك الاجابه السريعه وهي نعم، لكن خلينا ندش بالتفصيل في الاشياء عشان تقدر تتخذ القرار الصحيح. ما راح اقول لك انا شنو تسوي اي او لا، راح اقول لك شنو راح تمر فيه وشنو الاشياء اللي راح لازم تسويها وبعدين انت تتخذ القرار. اول شيء حياكم الله في عالم افييتر. افييتر ماركه تجاريه محليه لملابس الرجال، مثل ما تشوفون عندنا تشكيله كبيره من ملابس شتويه والصيفيه، الكابات والاكسسوارات. زيارتكم تشرفنا، احنا في السالميه في 8 مول، وعندنا فرع ثاني في شويخ في بوز مجمع التلال. وايضا يمكنكم مراسله الرقم اللي راح نحط لكم اياه للطلبات الخارجيه، نوزع على جميع انحاء العالم. الحين خلونا نجاوب على السؤال. واحد عمره 30 سنه، 40 سنه، 50 سنه، تقدر تصير طيار. في اختبار طبي لازم تسويه وتنجح فيه. اذا نجحت في الاختبار الطبي خلاص ما في شيء راح يعطلك على انك تصير طيار ولا في مشكله في هذا الموضوع. خلاص من هذا نحطه على جنب. الحين اسئله طبيه، والله انا فيني ربو، انا فيني سكر، انا فيني ما اعرف ايش، هل ممكن اطوف، العمل الالوان شلون؟ هذه الاشياء الطبيه لازم تسال فيها واحد مختص، انا ما اقدر اجاوبك على شيء طبي انا ما اعرف فيه شيء، وللاسف نقاط كثيره لازم ندرسها ولازم نتكلم فيها عشان اقدر اشرح فيها بطريقه صحيحه، فما بيعطيكم اجابه واقول لكم لا، لازم تشوف دكتور وتساله على الموضوع هذا، دكتور مختص في عالم الطيران. الحين انت عمرك 30 او 40 سنه. شنو كنت تسوي الفترة اللي قبل هذه؟ أكيد كنت تدرس وبعدين اشتغلت، لأنه مو معقول راح تقعد من تخرج من الجامعة 24 سنة إلى 30 سنة وأنت تنطر عشان تصير طيار. أكيد خذيت لك وظيفة معينة. أنت ليش ما تبي الوظيفة هذه؟ وليش تبي تصير طيار؟ والله أنا حلمي من زمان أصير طيار. أوكي، هل أنت مرتاح في وظيفتك؟ هني راح ينشقون لشقين الناس، في ناس راح يقول والله أنا مرتاح بس أنا ودي أصير طيار. في ناس راح يقولون لا انا ابدا كلش مو مرتاح وكل يوم قاعد اروح لسانه تعيس واعرف ايش وكذا. الاثنين هذول لازم يسوون شيئين، لازم تروح تدرس عالم الطيران وتدرس وظيفه الطيار وتدرس حاله الطيار. لا تقول لي والله الطيار يسافر ويروح ويستانس ويرجع، هذا شيء على جنب، هذا شيء نتيجه العمل اللي يسويه الطيار، ما هو وظيفته الاساسيه. وظيفه الطيار الأساسية تختلف تماما، إذا أنت ما تعرف شنو وظيفة الطيار الأساسية وتظن أن هذه وظيفته، الشغلة هذه مو لك أبدا، ابتعد عنها وخلها. الحين إذا أنت تعرف شنو وظيفة الطيار وفعلا مستعد أنك تفتح مخك وتروح تشوف وتبحث وتشوف شنو التعب والشغل اللي يسويه الطيار واللي فعلا مطلوب منه أنه هو يسويه، ادرس الشغل هذا وادرس حالته بالضبط وبعدين قرر. الشخص اللي يشوف نفسه مرتاح ولكن وده يروح طيران، متحمس، يشوفنا احنا كطيارين في السوشيال ميديا، يشوف حياتنا وهذا وده يسويها، لا تسوي شيء هذا. انت خليك في وظيفتك وخلي الطيران هوايه. روح ادرس طيران، اخذ رخصه خاصه بي بي ال يسمونها برايفت بايلوت لايسن، وخلها عندك وقت الاجازه، روح اوروبا اجر لك طياره، استانس، روح طير وشوف العالم هذا وشوف الطيارين، تابعهم وشوف شغلهم شلون، وانت ايضا طيار عندك رخصتك وعندك وظيفتك. الشخص اللي متحطم ومو قادر يستحمل ووظيفه هذه يشوفها انها معطلته وكذا، ايضا روح ادرس حاله الطيار واعرف اساسا شنو تبي منها بالضبط، وفعلا انك انت مستعد تسوي الشيء هذا وداش عشان تعيش حياه الطيران مو عشان الحياه اللي قلنا عنها، اوكي روح اخذ اجازه، روح سو دراستك الطيران، اخذ ليسنك وخل عندك طريق رجع انك انت ممكن ترجع مكانك هناك. الحين ندش على نوع ثاني من الناس، النوع الثاني اللي حاتي الماده، يقول لك والله انا اخاف ادفع المبلغ الفلاني واخذ وظيفتي واروح انا ادرس وبعدين ارجع ما الاقي وظيفه. للاسف هذه من الاشياء السلبيه في دراسه الطيران، الوظيفه ما هي مضمونه 100%. إذا تبي تروح تدرس طيران أنت على حسابك بدون ما يكون عندك دعم أو تكون تحت إشراف شركة طيران، راح يكون موضوع صعب جدا عشان أكون صريح وياك، ما هو سهل ولكن ما هو مستحيل. تروح تدرس طيران راح تدفع المبلغ وكذي وبعدين تقول لك والله أنا أرجع ما ألاقي وظيفة، أنت بين حلين، يا يعني أنك أنت تدفع المبلغ هذا
وتروح تدرس وترجع وتشوف اذا حصلت وظيفه حصلت وظيفه، ما حصلت ادور لي وظيفه ثانيه. ولكن شنو، انا ما اقضي عمري كله لين اموت وانا افكر لو اني رحت حطيت المبلغ هذا ورجعت وصرت طيار شنو كان وضعي، هل كنت راح اتوظف ولا لا. فانت نفسيا تكون مرتاح ولكن قطيت المبلغ. اما الشخص الثاني اللي والله ما يبي يدفع الفلوس ويقعد طول عمره راح يقعد يفكر انا لو رايح كان شنو صار. فانت بين حالتين، تحط فلوسك وترتاح نفسيا، اما تحافظ على فلوسك وتقعد تحاتي. الاختيار هذا انت اللي تختاره مو انا، ولكن بالنسبه حقي شوف الاجابه واضحه. ما هي افضل كليات لدراسه الطيران ووين نروح؟ السؤال هذا وايد تكرر في اللايف، اذا تشوفون كل مره اطلع لايف يسألوني نفس السؤال. ما في شيء اسمه افضل كليات. انصحك اذا تبي تدرس طيران تروح سلطات الطيران المدني عندكم او الشركه اللي انت ناوي توظف فيها وتسالهم شنو نوع الرخصه اللي تبونها، اياسا مثلا اوروبيه او اف اي اي امريكيه، وشنو اذا عندكم كليات معتمده او تبون مني شيء معين، وتروح على اساسها. بعد ما تجي اغلب الشركات يطلبون الخبره، يطلبون 1500 ساعه. في ناس يظنون ان 1500 ساعه هذه على الطياره اللي يدربون عليها الصغيره، لا، يبون 1500 ساعه على طيران تجاري. لازم يكون عندك جت انجن، طائرة طيران تجاري مثل طائرات الايرباص، طائرات البوينغ، هذا النوع من الطيارات اللي 1500 ساعه. زين انا شلون اروح اتوظف في شركه او طيار لي 1500 ساعه عشان يتوظف هني؟ هذه معضله ثانيه. في بعض الشركات الحين يوفون الناس براتب زهيد او حتى بدون راتب علشان يجون يشتغلون عندهم ويجمعون 1500 ساعه وبعدين يطلعوا يتوظفون في شركات ثانيه. هذا موضوع كبير لازم تسوي له بحث وتركز عليه ايضا قبل لا تروح عشان تعرف ان لما تروح بعدها وين راح توظف، مو تروح تدفع الفلوس وتي وبعدين تقعد تدور شين شو اسوي. وهذا موضوع ثاني بيتكلم عنه، في ناس تدرس في الفلبين، في ناس تدرس في جنوب افريقيا، في ناس تدرس في كندا، في كل هذولا لازم تتاكد نفس ما قلنا من سلطات الطيران المدني ومن شركه ناوي توظف فيها. لا تروح هناك وبعدين ترجع تلاقي اصلا الرخصه هذه غير مقبوله في اي مكان ثاني، وانت اصلا ما عندك ساعات طيران كافيه. هذا الفيديو اضافي لان في نقطه نسيت اقولها ونقطه مهمه جدا، وهي الناس اللي استثمروا وقتهم في وظائف اخرى قبل يقرر انه هو يصير طيار. شيء لا ياخذ بالحسبان للاسف ولكنه مهم جدا. انت لما كنت في وظيفه قبل تقرر انك انت تصير طيار اشتغلت كم سنه؟ السنوات هذه اللي انت اشتغلت فيها اكيد تطورت في وظيفتك واخذت مراكز فيها ووصلت من مكان لمكان. الاشياء هذه ثمينه جدا، لا يمكن تحط عليها سعر معين او تحط عليها مبلغ معين. فبالتالي لما تيجي تصير طيار بعدين بعد سنوات، ممكن انت تكون توظفت 8 سنوات 10 سنوات، لا تنسى انت راح ترجع مره ثانيه تبدا مشوارك الوظيفي من الصفر، راح تمسح اللي سويته هذا كله وتروح تشتغل في الطيران وتبدا كموظف جديد وتاخذ اولوياتك من الاخر، ما يكون لك اولويات نفس ما كان لك في وظيفتك السابقه. فالاشياء هذه لازم تاخذها بعين الاعتبار، من كان لك شأن وكان لك تعب وسويت كونت نفسك وحطيت لك مركز ومكان في وظيفتك، راح تشيله وترميه وتشطب كل شيء وتبدا مره ثانيه من الصفر. هذا شيء مهم جدا انك انت تتذكره، لان بعدين ما راح تقدر ترجع حق اللي كنت فيه، ويمكن اذا تبي ترجع مره ثانيه تبدا مره ثانيه من الصفر فتكون خسرت اللي انت بنيته. فلازم تقيس اول شيء الفتره الزمنيه اللي انت اشتغلتها وشنو كونت حق نفسك من معارف، من وظيفه، من مركز، من تطوير، من معلومات استثمرتها وعرفتها في وظيفتك انت اللي كنت فيها قبل، مقابل الصفر اللي راح ترجع منه مره ثانيه. انا ما كسر مياديف، انا ادري في ناس الحين راح تقول والله انت قاعد تحبطنا وتعطينا سلبيات تعطينا هذا، لا، انا اوريك الجوانب اللي انت ما راح تشوفها، خاصه لما تكون انت مركز انا ابي اصير طيار. الاشياء هذه ما راح تجي في بالك، ليش؟ لان طبيعه الانسان كذي، طبيعه الانسان يفكر بالشيء الايجابي، يفكر بس بالشيء اللي هو يبي، خاصه اذا كان مندفع ناحيته يبدا ما يشوف الامور الثانيه الا لما احد ينبه لها ويصحيه ويشب الليت على قولته فوق راسه علشان يبدا يستوعب ويشوف الامور هذه بطريقه صحيحه. انا موجود عشان اقول لك اياها وما تنصدم فيها، بالعكس انا اشجع اللي عنده طموح وعنده وده يصير طيران، نفس ما ذكرتهم
الاثنين اللي واحد يحب انه يصير طيران مو قادر يعيش في وظيفته، مقابل الثاني اللي مجرد والله قال انا كان عندي حلم والحين ابي اصير طيار. هذا الشخص اللي لازم يفكر مرتين لانه بنى نفسه، لان في وايد يدزول، في مهندسين، في محامين، في دكاتره اطباء، والله بهد الطب وبروح. زين انت هل فعلا انت متضايق من وظيفتك؟ يقول لا انا والله مرتاح في وظيفتي، بس انا كان حلمي اصير طيار. خلاص يا اخي خل هذه تصير هوايه، انسى اللي قبل واستمر في وظيفتك وخل الطيران هوايه وعيش حياتك. اتوقع هذه اكثر الاسئله الناس تسال عليها، ان شاء الله نكون جاوبناها على اكمل وجه وتكون اجابه شافيه لكم وتفيدكم في مستقبلكم. عندي في موقعي captainfiras.com تكلمت وايد عن دراسة الطيران وين ممكن تدرس وشو لازم تسوي، شلون تقدم فيزا والاشياء هذه وكليات، تقدرون تشوفون هناك راح تلاقون موضوع كامل. وايد اسئلة ايضا غير الاسئلة هذه طرحتها وموجودة في موقعي، في فيديوهات كانت في اليوتيوب، في راح تلاقونها في الموقع ايضا. اشوفكم على خير ان شاء الله مرة ثانية.